لما نحكي عن عالم الموضة دايما في جندي مجهول مع ديزاينر لحتى يقدر يقوده بالكولكشن بالفاشن شوز ينصحه، وهذا الشخص بكون مخول انه يتدخل بأدق التفاصيل بهالعالم. ولما نحكي عن هذا الموضوع ما فينا الا ما نحكي عنها هي، لانه هي نمبر 1 بلبنان، وهالاندستري يلي بدأتها هي من مطرح ما كتار بيوصلوا. هي بدأت من عاصمة الموضة الباريزية، بدأت من أوروبا، تعاملت مع انترناشونال ديزاينرز وكانت كونسلتنت لأكثر من شخص آمنت فيهم كمان إلي صعب، زهير مراد، أسامي كتيرة وصلت للعالمية، ولكن هي كان إلى يدية بوصولهم. كيف بنعمل الفاشن شو؟ كيف بنحضر للكولكشن؟ مين هو هالشخص اللي بنقول له فاشن كونسلتنت او فاشن اكسبرت؟ هيدي هي باولا ربيز، ضيفتي بالاستوديو. صباح الخير. بونجور، ميرسي بوكو شادي. الحمد لله. مش الحال. باولا اهلا وسهلا فيك معنا. لما نحكي عن عروضات الازياء، لما نحكي عن هالتاريخ الكبير يلي بدا ان كان بالباريس سالون دو كوتور بالعام 1800، ورجع انتقل لامريكا ورجعت تطورت الامور بالفاشن شوز، الاندستري كثير كبيره. اذا بدي احكي معك خطوه اولى لما يكون في ديزاينر عم يتخرج جديد عم يطلع، شو الخطوه الاولى الفاشن اكسبرت اللي بيكون عم بلاحق وعم بتابع هيدي المسيره، شو بقول له؟ شو لازم الخطوات تتبع من خلالها؟ لازم اول شيء يقرر شو بده يعمل، بده يتوظف عند حدا يتعلم المهنه بطريقه، في عالم كثير بتحب تبلش عند حدا وتوصل بعدين، في عالم عندها الماديات لتوصل دغري تفتح براند لها، تعمل لوجو، تعمل ستوري، ما هو مش بس واحد يرسم فساتين، بدك تعمل براند وبدك يكون عندك شويه شيء مثل ما اقول بالفرنساوي فيكو، عندك شيء انت اختبرته بحياتك لتقدر تعبره بالفساتين وبالقماش وبالتياب. دونك اول شغله بنطلب منهم انه يعرفوا وين بدهم يوصلوا، كيف بدنا نوصل، بعدين علي وبعدين عليك الستوري كلها. باولا لما نشوف فاشن شو، لما نشوف كمان كثير من اذا بدك حتى ترانك شوز او حتى شو ما كان التايب، دائما بيكون في لاين معين او بتشبه ديزاينر او بيكون في كونسبت بنشتغل عليه. شو اول خطوه لما يبلش الديزاينر يشتغل على كولكشن ان كان فول او ان كان سبرينج؟ شو اول خطوه بتبدو فيها يعني من اللاين الكولكشن وصولا للفاشن شو؟ اول شيء بنعمل مود بورد، بننقي الالوان اللي بدنا نشتغلهم، الاتموسفير يعني الاجواء اللي بدنا نشتغلها، بدنا ننقي الماشيات، بدنا ننقي كثير اشياء هيك بدنا نعملهم كانه شيء خيالي مش شيء محدد، مش رسمه فستان مرسومه، بدنا نحط اجواء عجبتنا، يعني ايام بتكون غابه مع اشجار والوان الاخضر، بنحط 20 لون اخضر حد بعض، من هونيك بننطلق بنصير نعمل الوان الشجر، جزء الشجره الوانها كيف بيكونوا كل وحده، بتشتغل التكستور من هونيك، يعني بتنقي مود اتموسفير وبتخترع اسطوره من هونيك بتمشي. واو، اتس ستوري. يعني على كل حال كلنا تبعناك باولا كمان بميشن فاشن مع الي صعب، كنت الجادج يلي دائما اكوريت برونت، دائما يلي عندك نقد ولكن بمطرحه، وكنت الشخص كمان يلي بهمه مصلحه الموديل والديزاينر. هيدي الاكسبيرينس قد ايه كانت مهمه وقد ايه كنا بحاجه لها بعالمنا العربي لحتى ننمي ثقافه الفاشن شوز؟ هلا ميشن فاشن كانت شقفة من حياتي كتير مهمة، وبكتير عالم وكتير مصممين بتدقوا فيها، وكتير مودلز بيناتهم هناء عبد السلام المعروفة كتير التونسية، و يعني هيدي الاميسيون كتير ساعدت الشباب بالشرق الاوسط ليفهموا شو الموضة، مش بس يرسموا فساتين، لان احنا معودين هون انه فستان وخمسة صاروا كولكشن، لا، هيدي علمتهم كيف واحد بيدرس كولكشن، كيف بيشتغلها، كيف تعمل السور مزور، لانه انت مش على ذوقك، بدك تعمل على ذوق الانسان وعلى جسم الانسان، هيدا الفرق بين الكوتور والبريتا بورتي. صحيح، تعلموه كلهم بهالاميسيون. رح نحكي عن الفرق بين الكوتور والبريتا بورتي، ولكن قبل شو رايك نعمل هيك فلاش باكس على ميشن فاشن، نعمل فلاش باكس على تحضيراتي كمان مع زهير مراد ب فاشن شو، ونحكي عن الارمي يلي كانت لاين مشيتوا فيها، وحتى الامبلاسمون يلي نقيتوه كمان كان مخصص لهيدا الفاشن شو. رح نشوف هالفيتي اللي بيختصر هالرحله كلها ونرجع نتابع حوارنا.
يعني عملنا هيك اوفر فيو باولا، شفنا شوي بالاول من ميشن فاشن هالاختبار يلي مرقوا فيه المشتركين، وانت كنت عرابي بهذا المشروع، وشفنا كمان خبريني عن الفاشن شو تبع زهير مراد لما عمل الارمي لو كيف اشتغلته حتى على الفانيو. يعني هون اديل كولكشن لما تعرضوها على الكات ووك بتنقوا الفانيو، بتنقوا ستيل الكات ووك، بتخلوا الايدنتيتي كلها تكون كامله متكامله. هيدي كانت خطوة مهمة لزهير مراد، لأنه كان يعمل ديفليتو بالصاليت اللي بتأمن لك إياهم الدولة الفرنسوية، وقررنا وقت أنا اشتغلت معه نظهر من هالإطار، قررنا نلحق التام دو لكوليكسيون. هو كان عنده بفكرة، كان زير متحف ببرلين إذا ماني مغلطة، وشايف الأونيفورمات تبع الجيش البروسيان، يعني الألماني قبل ما تصير ألمانيا اسمها ألمانيا، وابتدأنا شغل الكوليكسيون بهالطريقة. ومن هونيك قلنا بدنا نعمل شيء بمحل تري سبيسيال، يعني أكيد بباريس، لأنه الكوتور في محلين بالعالم تنعمل، هي روما وباريس. روما فالنتينو عندنا كل البراندات الثقيلة، وباريس عندنا الماركت الفرنسوي وكم لبناني بيعمل فيها عرض. دونك قررنا نعمله بالأوتيل دو لاموني، هو بأوتيل على السين على الريفر، ما بعرف شو بيسموه الريفر، وعادة ما بيعطوه حتى ما بيأجروا يعني بالهيجن. يعني عملنا 100 محاولات ومع الدولة ومكتيب وبيأجروا، بس بدك كتير ضمانات، وخاصة ديزاينر كمان لبناني مش لوكال لبناني، يعني ما عم تحكي شانيل، ما عم تحكي بعدين بدك تعطيهم جارانتي لما تنزع المحل، لأنه عم بتمرق كابلات، عم بتمرق إضاءة وكراسي، ويعني عم هيدا متحف صح بالآخر. دونك استأجرنا المتحف وعملنا كل شيء، يعني from A to Z، الموسيقى حتى الكنابي اللي بعد الكوكتيل بعد الديفيلي كمان نقيناهم شيء يلبق الديفيلي، يعني اسم الله فريمون كان شيء رائع. كانت تام ماشي. باولا لما تشتغلوا على فاشن شو، لحتى نكون عم نحكي تحديدا عن موضوعنا، ورح نحكي بعد شوي عن البيست موديل اوف تركي اللي كمان كان من تنظيمك، وكان يعني لما ينحكى هون عن كونسبت فاشن شو، شو الخطوات هيك اذا بدنا نمشي فيهم ورا بعض؟ اول شيء تنسيق الكولكشن، الوان الفساتين، الفساتين اللي بدهم يمرقوا عليها، اختيار الكات ووك شو هي التايب تبعها، يمكن سيركلر يمكن عادي، ما بعرف خبريني. لا هلا انت اول شيء بتشوف شو بيامنوا لك محل ما بتعمل الديفيلي، ومن هونيك بتدرس الوضع، بتكون انت عارف على الكوليكسيون اللي عم تشتغلها، بدي مثلا فون بلان مع كراسي رمادي، وبدي ميوزيك تكنو اندستريال، ما كل واحد بنقي شو بده. بعدين نحن في واحد يقول لي يخترع قصص على ذوقه، وانا مجبوره اقول له بواجباتي رجعه على الارض، اقول له لا بدنا نضلنا لاحقين التام، اوكي فينا نعمل تكنو، فينا نكسر الفستان الكلاسيك بميوزيك تكنو مش غلط، بس بدنا نضلنا باطار موزون. يعني دائما بدنا نفكر انه نحن بدنا نعجب الصحافه وبدنا نعجب اللي بدهم يشتروا، مش عم نعمل شو بس للمنظر ونكبل فساتين بالخزانه. نحن عنا تو سايدز لكل فاشن شو، بدنا نغري العالم لتشتري، وبدنا العالم اللي بتفهم بالموضة هي الصحافي اللي رح تكتب عنك عن المنيح وعن العاطي اللي هو ما بيكون عاطي لأن كتبوا عنك. صحيح. باولا خبريني عن الباك ستيج، يعني نحن بنشوف المودلز طالعين سوبر رايقين لافي ان روز بكل شيء، الفستان ظابط، بس قديه بيكون في بانيك وركض وشعر وميك اب وتغيير فساتين بسرعة قياسية بالباك ستيج، وخياطة آخر تكة بيفتق فستان بيعلق زيف بكعب بتفلت وردة، كل هيدا بتكون حاضرة على آخر البوديوم قبل ما يطلع على البوديوم، آخر الباكستيج منكون أكيب واقفين، واحدة مع إبرة واحدة مع سبراي، قاعدين عم ننظم كل شيء آخر تكة. صحيح. هن سبحان الله ما هيدا مهنتهم يكون دمهم بارد، لأنه بيطلعوا كأنه ما صار شيء، يعني بيرجعوا بصيروا يولعوا بكونوا والعنين بالباكستيج. رح نتابع كمان حتى نشوف هيك راشز أكتر، رح نشوف من تنظيمينج بيست موديل اوف تركي كمان يلي صار بتركيا، ومن بعده كمان بروجيت عاونت فيه مع ياهو which is an international project، كمان تعاونت فيه مع برونا طعمي تألقي، رح نشوف راشز منهم ونرجع نحكي عنهم بالتحديد. We'll be right back.
يعني باولا هون عم نشوف كمان الى جانب شفنا اول شيء رشز من بيست موديل اوف تركي وانت بيست موديل كنت وكيلتهم من ال 95 لل 2010 قبل ما تتركي الوكالة. على الحال خبريني كمان في شخص كثير اكتشفتوه نحن بلبنان كثير بيحبوه، كان انت من الاشخاص اللي اكتشفوه بتركيا. كيفان شتاتليتو هيدا الممثل اللي بسموه مهند بلبنان يلي بيعرفوه بمهند اكثر، هو اكتشفني ب 2004 ببست موديل اوف ذا وورلد، كان شاب كثير حلو بس هيك عجعوجه شويه وانا اخذته على فرنسا، اجى معنا على فرنسا ليعمل عروضات وما عجبته يعني كان بعده مبلش وزعجته الخبريه انه مترو وانا واحد بين الألفين وانا مين وما عندي ما معود يمكن على اللغه كمان لانه ايه اللغه ما تنسى، وبعدين انه هو ربح بس موديل بتعرف تركيا هيدي يعني كانه عم تحكي ميس وورلد بتركيا، تركيا بلد كثير بيركزوا على كل شيء وطني، دونك بيست موديل اوف ذا وورلد بتركي شغله كثير مهمه. يعني انا مره اول مره رحت على تركيا لنظم معهم ضعت بالتاكسي ما عم بحكي تركي ما كنت احكي تركي، قلت له للتاكسي عم فتش بدي اروح على هالادريس ما كان يفهم علي، قلت له مسيو عثمان اركان اوزرمان اركان اوزرمان وصلني على بيته لمسيو اوزرمان اللي بينظم، بس هو رجال كثير معروف بتركيا وكيل كثير مغنيين وممثلين صحيح. يعني وصلني تاكسي على بيته، انا افتكرت لا كان حدا حطت لي كاميرا بهالتاكسي عم بيصورني عم بيراقبني يعني وصلني تحت البنايه، قلت لا في شيء غلط يعني هالقد معروف بالزبط. يعني هي. باولا لما تكوني هالقد عم تشتغلي على انترناشونال ليفل، كمان شفنا كمان بصور يلي مرقوا بالفي تي اللي صعب، شو كنتوا عم تعملوا بماليزيا؟ عملنا ديفيلي مع الملكه للريد ريبن جالا هو للتشاريتي اجينست ايدز اوكي واو مع البريمير مينستر ومرته والملكه برعايه الملكه، وعملنا فاشن ايفنتس كثير مع فاشن تي في بماليزيا للفورمولا 1 ومع الملكه. يعني باولا ياهو اذا بدنا نحكي عنه باختصار رح نشوف نحن وعم نحكي رح نشوف الفيديوز بليز اذا فيهم يمرقون من الريجي نترافق مع رشز منهم رح نشوف يعني كل ايفنتات اللي بتتنظم ان كان اليت موديل لوك او حتى نوستالجيك او حتى البريتش. هون اذا بدي احكي عن الايفنت من ناحيه تنظيمه تحديدا باولا، لما يكون في كونسبت معين تشتغلوا مع سفاره تشتغلوا على كونسبت، شو الجايدلاينز اللي بتشتغلوا عليهم الخطوط العريضه؟ يعني هلا انا بيقولوا لي بدنا نعمل شغله ما حدا بيعطيني كونسبت انا بخترع الكونسبت، بيقولوا لي اعملي لنا شيء في فاشن لهالموضوع، يعني انا اكثريت وقت في كثير تشاريتي انفولد، دونك بيقولوا لي اعملي لنا شيء بخترع فكره بطلع بفكره يعني بنظم براسي شيء وبقول لهم، بيقولوا لي هن لا نحن بدنا هيك في عندنا سكيورتي في عندنا بده يكون يحكي السفير هالكلمه، عرفت كيف بيعطوني هن الجايد لاينز تبعولهم وانا بنسي على طريقتي. انت بتركبي الكونسبت اليت موديل لوك هو من ابرز الايفنتات بعالم الموضه اللي بنشوفهم عالميا باولا، قديش هالايفنت هيك عنده طابع خاص وقديه كمان هون يعني في منافسه يمكن بمطرح من المطارح؟ هو ايفنت اول مره انعمل بلبنان ما كان عندهم لايسنس بلبنان، عملناها ب 2011 اخذوها واخذ كثير طنه لانه لبنان بيحبوا الموديل مثل ما هن بيفتكروا انه لازم تكون الموديل، بس نحن مقاييس انا كان عندي وكاله 30 سنه بفرنسا، مقاييس الموديل العالميه مش مثل ما واحد بيفكر اللي بتعجبه البنت بلبنان. اوكي. ما في بلاستيك سيرجري، ما في كونتاكت لانسز لون اخضر وموف وازرق. كثير ممنوعات. كل هالاشياء ممنوعه ولازم تكون طبيعيه البنت وفي طول مينيموم 76 هي اقصر وحده وتقل معين والمقاييس مش حيلا ضعيفه. في question of proportions. صحيح. رح نشوف على كل حال الفاشن شو تبع راني زاخم يلي صار مؤخرا بروما، وانت الفاشن كونسلتنت للبنيز انترناشونال ديزاينر راني زاخم مؤخرا باولا، هون عم نشوف الفاشن شو كامل متكامل، خلينا احكي شوي عن تنسيق الالوان باولا مثل ما عم نشوف الفساتين، خلينا نحكي عن الاضاءه كمان قد ايه مهمه وعن الكاتو كون عم نشوفها لونجيتودينال وعن الكراود يعني هيك باختصار. هلا راني الحلو فيه نحن عندنا بتعرف انت صداقه كثير قويه انا وراني وبنشتغل كثير منسجمين، يعني افكارنا ببلش كلمه انا بخلصها وانا ببلش كلمه هو بيخلصها، دونك فهمني كثير على بعض. صحيح. بعدين هو من الليل اللي درسه مزبوط الموضه
بيقدر يفصل فستان، مش انه بس بيرسم، شاطر بهالطريقه. ولكن بالفاشن شو كيف اشتغلتي على التطليع الفساتين باي كولرز باي كات؟ كيف اشتغلتوا على الموضوع؟ نحن بنعمل ديتام، اول شيء بنصف كل الكولكشن وبنبلش نقول شو بدنا اول فستان، ابرز فستان بده يطلع، اول شيء بنحط شيء بكون اهم فستان عم يطلع اول شيء. اول شيء اول فيرست لوك بسموه، فيرست لوك بدها تكون احلى موديل بتنقيها تقريبا واحلى هير اند ميك اب بيعملون عليها، وبعدين من وراء بتلحق الكوليكسيون. يعني فيك تعمل بالقلب ايام بتكون انت راسم مفتكر بدي اعمله بالالوان بس ما عم تزبط معك لانه الفيرست لوك وفستان مش هيدا هو اللي رح يطلع، مجبور ترجع تغير كل السيت اب تبعك. ودائما بتختموا بالبرايدل كولكشن؟ بالبرايدل فستان واحد، فستان واحد بيكون هيدي اللي لازم يعرفوها اللبنانيين. بلبنان بيعملوا 10 فساتين برايدل، لا ساعتها صار اسمه ديفيلي برايدل، فستان الكوتور بنعمل بنعرض فيه ديفيلي باردون كوتور بنعرض فيه فستان واحد، فستان واحد برايدل. على كل حال يعني هيك شفنا هالكولكشن تبع عراني، شفنا كمان باولا يعني من خلال هيك الجوله السريعه على ابرز الاشياء اللي كانت بالباك جراوند تبعك، قد ايه انت دقيقه بالشغل وقد ايه بتحرصي على كل التفاصيل، لانه مثل الفستان اذا في قطبه ناقصه بيفرط الفستان كله، وهيك كمان بالبيهايند ذا سينز تبع الفاشن شوز. باولا ربيس شكرا لوجودك معي اليوم، وشكرا لانه you always style me with love، مش بس you're a friend you're not just my lovely stylist، فانا بشكرك وبحبك كثير، وان شاء الله دائما بنلتقى ببروجكتس انترناشونال وتكوني دائما عم تحققي كل يلي بتطمحي له. اهلا وسهلا فيك، شكرا لك باولا ربيس.